يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا الوطن العزيز هو امانه في اعناقنا، فلنحافظ عليه يا رب، فلنحافظ عليه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا فيه متحدين متضامنين يا رب العالمين. هذا العام اسره الطوريه على كل حال تخدم عليكم بخير والسعادة إن شاء الله. الله يربحنا منا ومنكم إن شاء الله. الله يعمر الدار بخير والسعادة إن شاء الله. الله يجعلك من أهل الخير ومن السباقين في خير إن شاء الله. الله يجعل هذه الزيارة كل خطوة ألف حسنة إن شاء الله. الله يعلي بها المقام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وعافي أصحاءنا. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وأسكن فسيح جنانك. اللهم احفظ المجاهدين وآبائنا المجاهدين وأمهاتنا المجاهدات. اللهم اشف مرضاهم وعافي أصحاءهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وعافي أصحاءهم. الله يجعل هذه الوقفة لله تبارك وتعالى واجعله ميزان القبول يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف رئيسنا واحفظ رئيسنا يا رب العالمين وارزقه اللهم البطانه الصالحه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الله يحفظك ربنا ان شاء الله وخلوك على خير.